والحرص على إعمال الديمقراطية الداخلية والاستناد إلى التفكير الجماعي. حقيقة إذا جاء النجاح فإنه يعلو معه صاحبه ومحققه ويكتب له في تاريخ له شروخ على الجدران. حقيقة هذه القولة انطبقت على كل الفعاليات التي ساهمت من بعيد أو من قريب والتي لم تدخر أي جهد مادي أو معنوي في إنجاح هذا اللقاء التواصلي الذي أطره هرم في القانون وفي العلوم السياسية الأستاذ محمد ظريف رئيس حزب الديمقراطي الجدد الذي حضر بنفسه إلى مدينة طنطان ليعانق حدثا ويعانق أهل طنطان من خلال نقاش مستفيض مثمر حاول من خلاله أن يضع الأصبع على مجموعة من الأورام وأخذ فكرة عن أهل طنطان وكيفية مثلا كيف يعيشون الإكراهات التي يعيشونها من خلال النقص أو انعدام الماء الصالح للشرب ومجموعة من المشاكل التي يعرفها أهل طنطان والتي تتطرقها مجموعة من المتداخلين. واللقاء بطبيعة الحال يندرج في إطار إعادة الممارسة السياسية للمواطنين من خلال تأمين ثلاث وظائف: الأولى التأطير والتكوين، المسألة الثانية الاقتراح، المسألة الثالثة التدبير. كنظن بأن المسألة اللي ارتأينا وحاولنا باش نخدموا عليها هي محاولة جمع أو لم شمل جميع المواطنين بمختلف الأعمار والأجناس والعقليات من أجل يعني تقديم هذا المشروع الحداثي المتمثل في حزب ديمقراطي الجدد الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون مولود جديد من خلاله نحاول أن نصل إلى بعض الحلول لهؤلاء المواطنين وهذه المدينة التي بطبيعة الحال تستحق التي يجب أن نقدرها ونحترمها في جميع الأحوال. وشكرا. في إطار بناء هيكل الحزب الديمقراطي الجدد شرعنا منذ بداية يناير من هذه السنة في تأسيس مجموعة من التنسيقيات المحلية والإقليمية والجهوية. طبعا نحن في إقليم طنطان توفقنا في تأسيس تنسيقية إقليمية ومجموعة من التنسيقيات المحلية إضافة إلى فروع المنظمات الموازية خاصة منظمة النساء والشبيبة. هذا اللقاء هو لقاء تواصلي تبادل الرأي والأفكار مع مناضلي ومتعاطفين مع الحزب في هذه الإقليم، إضافة إلى إيصال أفكارنا إلى ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني والسياسي في هذا الإقليم. اللقاء التواصلي كان موضوعه هو التساؤلات حول الرأي السياسي، وركزنا كثيرا على مسألة التنافر أو ابتعاد المواطنين عن العمل الحزبي، ولم تكن المداخلة مداخلة أكاديمية صرفة، لأنه تحدثت انطلاقا من مواقف وأدبيات حزب الديمقراطيين الجدد بحيث أوضحنا رؤية هذا الفكر فيما يتعلق بكيفية تفعيل الديمقراطية داخل الأحزاب، وكذلك الابتعاد عن كل ما من شأنه أن ينفر المغاربة من العمل الحزبي. بمعنى آخر كان الهدف والبحث عن سبل ووسائل إحداث تلك المصالحة المنشودة بين المواطنين والعمل الحزبي. بالنسبة لليوم كان لقاء تواصلي مع الدكتور محمد ظريف رئيس حزب الديمقراطية الجدد، كان ما شاء الله يوم في المستوى حتى سواء النقاش أو المداخلات أو الحضور الكريم كان يشرف جدا جدا جدا. بما أن حزب الديمقراطية الجدد هو حزب مولود جديد، نفتخر ولنا يعني نفتخر بكون تنسيقية طنطان كانت أول تنسيقية بالنسبة للحزب في تشكيل تنسيقية المرأة، تأسيس تنسيقية المرأة بالنسبة لها. والحمد لله الحضور بحال ما كان وازن، اللقاء كان ناجح، وشكرا لكم.